كما سبق لي وصرحت في اللقاء اللي هو كان قبل هذه الجلسة، قلنا بأنه إن شاء الله في هذه الجلسة غادي نكونوا جاهزين لمناقشة هذه القضية. هذه الجاهزية طبيعة الحال تنبع من كوننا لدينا إيمان حقيقي وإيمان مطلق بكون القضية ديالنا هي قضية عادلة، عندها طابع اجتماعي، إياه كاين مشاكل، إياه كاين أسر، إياه ولكن في المقابل كاين حقوق ديال الأطراف اللي هي مالكة لهذا العقار اللي هو موضوع هذا النزاع، واللي من خلاله سواء اليوم تبت لنا على أنه لم يتم الإدلاع. احنا ما كنسبقوش الاحداث، ولكن الواقع والامانه لم يتم الادلاء باي وثيقه تثبت على ان المدعى عليهم المطلوب الافراغ ديالهم انهم كيملكوا هذا العقار او كيملكوا واحد الوثيقه كيفما كان نوعها اللي كتعطيهم الحق على هذا العقار. دلاو بواحد مجموعه من الوثائق اللي ما عندها علاقه بطبيعه الحال بملف النازله، وتصب النقاش حول امور ديال الشركه، صحه الشركه من عدمها، كونها كتملك هذا العقار ما كتملكش هذا العقار، عقدت اجتماعات ما عقدتش اجتماعات. وانا اعتبرت بانه كما سمعتوا ربما اثناء المرافعه اثناء تواجدكم معنا بالقاعه على ان كل هذه الامور لا علاقه لها بموضوع الدعوه الرامي الى طرد محتل واحد السيد ساكن في واحد المحل اللي ما عنده علاقه به، اللي ما كيملكوش، اللي ما عندوش شي رسم عقاري عليه. هذا هو اللي كاين اليوم، وكنشكروا السيد رئيس المحكمه الموقر اللي كان الصدر ديالو رحب واعطانا متسع من الوقت من اجل مناقشه هذه القضيه، وكل طرف بطبيعه الحال يدافع على الحقوق والمصالح ديال الاشخاص اللي كينوبوا عليهم. حنا كان يكفينا ما كناش نطولوا في المناقشه، ولكن الشيء بالشيء يذكر، كان جدير وكان من اللازم اننا نجاوبوا على جميع الدفعات وجميع الاشارات وجميع بطبيعه الحال الدفعات سواء الشكليه او الموضوعيه اللي تقدموا به الزملاء الافاضل المحترمين. وتحجز الملف الان للتامل، نطق بجلسه الحكم نهار 20/11 في هذه السنه ان شاء الله 2023، ونحن واثقين بطبيعه الحال لنا ايمان قوي بالعداله ولنا ايمان قوي بالمحكمه الموقره على انها تنصف الموكل وتحكم بناء على الوثائق، لان العبره هي بالوثائق لا بالاقوال ولا بامور اخرى. يعني تكون جلسه جاهزه المداوله تكون 24؟ لا ان شاء الله يوم 20 غادي يكون النطق بالحكم، وهذا النطق بالحكم لا ما كاينش هناك ادنى شك على ان المحكمه غادي تمشي معنا في الاتجاه ديالنا، على ان غادي تبني حكمها على الجزم وعلى اليقين وعلى الوثيقه اللي هي حاسمه في الموضوع، في غياب كناكد عليها في غياب اي وثيقه تثبت على ان هاد الناس انهم كيملكوا. بطبيعه الحال عندهم الحقوق ديالهم، يمكن لهم يرجعوا على الجهات اللي عطاتهم الترخيص واللي ساهمات في بطبيعه الحال في عدم التوجيه ديالهم واللي خلتهم هذه المده كلها. اما بالنسبه للعقار فهو عقار محفظ كيملكوه الناس، هذا هو اللي داب عليه العمل القضائي في سائر المملكه. الله